السلام عليكم أحبتي متابعي قناة كارتون شو، وأهلا وسهلا بكم. هذا هو الدرس الثاني في طريقة عمل فيلم قصير بالأنم ستوديو. أخذنا في الفيديو السابق فكرة عامة عن المشروع اللي راح نشتغله، وهي فكرة من صديقنا في قناة كل يوم حكاية أو حكمة. طبعا شرحنا احنا شنو نريد والحكاية شنو هي. اليوم راح نبدي، وحسب المنهاج اللي احنا خليناه راح نبدي بطريقة رسم الشخصية. احنا راح ناخذ بقية الشخصيات من نفس البرنامج، بس راح نرسم الشخصية حتى تتعلمون شلون نرسم. طبعا نفتح برنامج الانمي ستوديو، وقبل كل شيء أي لاير تخلونه داخل هذا البرنامج تنطونه اسم. ماكو لاير بدون اسم، والاسم يفضل أن يكون بالإنجليزي لأن هاي برامج مو عربية يعني. فالكتبه هو يتقبل هذا يعني تقدر تكتب بالعربي بس أنت كتبه بالله. هسه راح نسوي هذا الرأس أو فيس راح أسمي أنا، لأن بعدين أخليهن بالرأس. هذا سميناه فيس، أخذنا رأس، هذا أخذنا رأس. نجي لقائمة الألوان من البيسك نختار فيس. لاحظ طلعت لك فيس، هذا الوجه طلع الوجه. هذا نخليه على 2 أو 4 أو خليه على 4. هسه نجي ناخذ هذه قطارة على الوجه. هسه أخذنا لون، صار عندنا لون. نسوي الفيس. إحنا الشخصية إيش راح تصير؟ الشخصية جاي تسولف حكاية. المجموعة من الطلاب، مجموعة من الشباب، من البنات والولد قاعدين، وهاي جاي تقص لهم قصة أو تنطيهم موعظة. إذن راح نسوي فرونت الوجه. الوجه أمامي، هذا الوجه، عفوا نأخذ الدائرة ونخلي اوتو ستروك ونسوي هاي. سوينا هسه هذا الوجه، سوينا هذا الوجه، جبنا خليه هنا. هذا الوجه كمل وصار. الشخصية ندرسها، هل هي شخصية قديمة يعني قصدي كبيرة السن او شاب؟ راح نخليها بين على مود الفم. هسه هذا الوجه سويناه. نجي الآن نختار هنا فاكتور جديد ونسميه هير، شعر. خلنسوي شعر هير، هذا الهير، أو نسميه باك هير باك، هذا الخلفي، هذا شعر خلفي، هذا الشعر الخلفي. ايش راح نختار؟ ما نختار هاي، راح نختار الاسود، نسوي الشعر اسود. هذا الشعر الاسود هو عبارة عن ايضا اسوي دائرة، اسويها دائرة ما بيها شيء، هاي دائرة، واخليه تحت الفيس. هذا تحت الفيس صار. هسه ايضا اسوي لي واحد ثاني اسميه هير فرونت، هذا هير فرونت أمامي، هذا هير فرونت، أخليه بالأمام. هذا الشعر راح يصير شعر أمامي، خنسوي شعر أمامي فرضا. أنا الشخصية سويها اوكي، ما حاول ايضا هاي اوكي. هاي الشعر ال
الشعر الآخر، خلي يكون هيك. عدل بذن نسويهن، ما يبين لين هو هسه. هذا الشعر الأمامي سويناه، هذا الشعر الأمامي هذا الشعر الأمامي. نجي احنا هاي ما كملت الكتابة، هير فرونت، تأكد من الأسماء دائما هير فرونت. هسه راح نشتغل النوز، هذا النوز نفس لون الوجه، نختار له، نختار دائرة، خلي نختار دائرة عادي، دائرة عادية نخليها هنا بالأمام. نجي إلى هذا الستروك، نختار هذه الأداة الهيد إيدج ونشيل هذني، وهذه الأداة اللاين نقلل. هسه خلصنا هاي. الآن نجي إلى الحاجب، براوز الحاجب، يا لون، لون أسود، نختار، نختار لون أسود الحاجب، نختار له لون أسود. هذا الحاجب، لو فرضا هذا هو الحاجب، احنا بس نضبط هذه شخصيتنا. لاحظ هاي شلون، هذا الحاجب، هذا الحاجب نسوي له نسخة ثانية من هذه الأداة، من هذه نضغطها صارت نسخة ثانية. نجي إلى هذا اللاير، نخلي البيفولت مالته، ونجي نقلبه، نقلبه من هاي الأداة، قلبناه ونسحبه منها. هذا البروس الهير فرونت، أخلي أصعده فوق. هسه صارت عندنا. نجي الآن نخلي البيفولت مالته ارتكاز. هسه نجي إلى الفم. بالنسبة للفم أخذه منها، أجي فايل امبورت بروبز بروبز، وأجي هيد ماث، أشوف لي واحد ماث رقم اثنين نشوفه، أوكي هاي ماث رقم اثنين نقول له أوكي. هذا الفم جبناه جاهز، ما نتعب لا نرسم ولا هاي، هذا الفم جاهز خلينا. هذا الفم إذا تلاحظه بكل المكونات مالته، كل المكونات مالته هذا الفم الجاهز. إذا كليك يمين أو، لاحظ حرف الأو، يو ريسيت مغلق، هذا هذا الفم جاهز، إجانا جاهز وما تعبنا به. الآيز نفس الشيء، العيون تريدها نجيبها أيضا جاهزة للسرعة، إحنا نجيبها أيضا جاهزة بدل لا تتعب بالعيون. عندنا درس شلون نسوي العيون. هسه هاي الآيز خلينا نشوف يا نوعية ناخذها، ناخذ هذا، لا هذا نمي، نشوف إن عين ملائمة من فايل امبورت، ونجي بروبس، ونجي آي انمي، انمي جير كارتون، خلينا نشوف هذه، هذه العيون ربما بها حاجب، هذه العيون هي وحاجبها، هذه العيون هي وحاجبها، ما شفتها حلوة. نجي مرة ثانية، نجي إلى بروب الأيز، خلينا نشوف هذه شنو من عيون، نشوف بس ده عيون غير ملائمة هذه. إذا إحنا نشتغل العيون، خلينا نشتغل العيون إحنا. هسه أفتح فاكتور جديد وأجي أسميه هذا آيز، واختار اللون الأبيض من هذه، اختار اللون الأبيض وافتح الآيز، هذا الآيز، افتح عين،
هذه الايز سوينا الايز هلو. هاي الايز اول واحدة سويناها. نجي نفتح فاكتر جديد ونسميه البؤبؤ. نسمي البؤبؤ ونختار له لون اسود. نختار دائرة نرفع الستروك ونختار اللون الاسود. هذا الاسود. وبداخله نخلي لون ابيض. بداخله نخلي لون ابيض صغيرة دائرة قصدي صغيرة. هسه صارت هاي العين. صارت هاي العين. البؤبؤ والايز اثنينهن نأشرهن وكليك يمين ونقول له جروب وذ سيلكشن. خليناهن وسميناهن ايز. سميناهن عين. خلصنا منها. هسه عين صارن خلي المرتكز مالهن خليه بالوسط من هذه الاداة. هسه الايز نقول له دبل كليك عليه ونختار ماسكينج. نختار ماسكينج. لاحظ اختار ماسكينج واقول له هيد اول. هيد اول واقول له اوكي. اقول له اوكي. لاحظ هسه شنو صار عندنا؟ العين اذا انزلها هيك لاحظ لاحظه صارت ماسك. نجي نفس الاي دبل كليك عليه ماسكينج اد تو ماسك واقول له اكسكلود واقول له اوكي. هسه صارت عندنا العين. هذه العين نفسها هذه العين نسوي واحدة ثانية. هذه صارت عين ثانية. هذه الأولى سويناها نسميها ليفت. نسميها ليفت. خلينا نخليها ال قدامها. ليفت اي. ليفت اي. والثانية نسميها راي. رايت. هاي سويناها رايت. هاي سويناها رايت اللي هي هذه. راح نقلبها ونسحبها الى هذا المكان. الى هذا المكان تكون العين تحت الحاجب. اثنينهن تحت الحاجب. لاحظ اثنينهن خليناها تحت الحاجب. طبعا هسه راح نجي على الاذن. نختار اذن نخليه هنا. نسوي فاكتر جديد. فاكتر سمي اير او خل سمي اير بعدين نطلق عليه الليفت والرايت. نختار لون الوجه. هذا لون الوجه اختارينه. نختار هذه الدائرة وهذه الاذن. نجيبها هنا وندورها قليلا. نسويها بالطريقة. نخفف منها. هسه شوي هذا نسوي لها شغلة. نضيف لها فرد شي ستروك هنا. نخلي لنا نضغط عليه ونقول له ستروك. اسود هو. هذا هو. هاي الاذن. ليفت هي هذه. ليفت اير. هذه ليفت. نسميها ليفت اير. هذه ليفت اير. نخليها تحت الشعر الامامي. هذا تحت الشعر الامامي. هاي فرونت. اوكي. وهذه وحدة. نسوي وحدة ثانية نسميها رايت. سميناها رايت. سميناها رايت. ونخلي نقطة الارتكاز هنا ونقلبها منا. نقلبها ونجيبها هنا نخليها بهالمكان. هسه صارت عندنا صار عندنا الوجه. هذا صار عندنا الوجه. كل الوجه صار. ما اريد ادخل للتعقيد شلون اسوي للوجه كله ماسكينج حتى من ادوره تدوير. لكن هي راح تبقى هي الشكل بهالطريقه. ندورها تدويره قصيره صغيره. هسه ذني كلهن
أجمعهن وكليك يمين وخليهم بجروب أسميه هيد. أسميه هيد. هذا جروب كامل صار هيد. يعني هسه هذا الهيد إذا تلاحظ منين ما حركه كلهن يتحركن. اللي هنا أحبتي راح ننهي هذا الجزء الأول في رسم الشخصية. انتظروا الجزء الثاني يجيكم في إكمال الشخصية بالرسم إن شاء الله. اللي عنده سؤال يسألنا، ولا تنسون الاشتراك بالقناة للما مشترك. هذه تحياتي وتحيات كادر عمل قناة كارتون شو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.